أخبار اليوم. إذا كنا بنتكلم عن إن إحنا محتاجين نحافظ على ذات العالم الواعي، كلها كنا نتصور إن ده هيبقى من غير جهد من المسؤولين، من كل المسؤولين. فإزاي بقى تبقى إيه؟ يبقى أنا بقول للناس خلي بالكم إن ماسك مدير الشركة، أوعى تسيب الناس بتاعتك اللي موجود في الجامعة، أوعى تسيب الناس بتاعتك. صحيح حق الوعي، يعني كلنا بنبقى فرق بتشتغل في زياده الوعي الحقيقي للمجتمع المصري. ليه؟ عشان نقطع على اي حد انه يحاول ان هو يخدع الناس او يكره الناس او يضحك الناس او ياخد الناس ده مش بيحس ان الاله بتشتغل بس، لا، كلنا اللي مهموم بالنصب الصحيح لازم يعمل كده ليل ونهار كده، ما يسيبش دماغ ناسه، ما يسيبش دماغ ناسه، يتكلم معاهم ويبقى صادق وامين، مش بس بيتكلم وخلاص، لازم يبقى صادق وامين، لان الناس بتفهم. الناس بتفهم، اللي بتتكلم معاه بيفهم. لو انت هتيجي تخدعه بكلام مش مظبوط، هيبقى موقفه راجل مش مظبوط. لا، لو احنا بنتكلم عن بلدنا من اسكندريه لاسوان كلها على قلب رجل واحد، مش بس دول بس العلاج، مش دول بس لا، ده كلنا كل واحد على قدر يتبع منظمة مدرسته، صادق وامين ان هو يتكلم مع الولاد كل يوم، ويخش يقف في الفصل ويطبطب على الولاد ويتكلم معاهم، يا ترى بيحصل ده؟ في الكليات بيحصل ده؟ في المستشفيات بيحصل ده؟ في الشرطة بيحصل ده؟ بيحصل بس بأي مستوى؟ وحجم المصداقية قد إيه؟ عمرك ما هتقدر تخلي الناس تسمع دنيا وتصدقك إن كنت أنت إنسان صادق وأمين. ولما كنت الأمانة إنك أنت تجهز نفسك للكلام اللي بتتكلم فيه، هتكلم في موضوع أنا مش عارف أقول إيه كلام، لكن هتكلم في موضوع أنا فاهمه كويس، لازم أجهز نفسي. بدون مبالغة، بدون مبالغة، مفيش حاجة من اللي انت شفتوها دي اللي انا كنت داخل فيها بتفاصيلها، بأرقامها، بتكلفتها. ليه؟ إنك بنعمل كده، وزمايلي بتعمل كده دلوقتي في حتت كتير، ودي ثقافة محتاجين نشكلها في دولة ظروفها الاقتصادية صعبة. الأمور اللي بتقولها طبيعية، الامور الروتينيه الطبيعيه في التعاقدات والتعليم هذا الطبيعي، لو خدمت على دوله زي مصر بتعمل تعاقدات ب 150 ولا 200 مليار جنيه. لو انت حاطط ايدك باخلاص وامانه مش حاجه تانية، بوعي وفهم مش حاجه تانية، يبقى انت بتتكلم على الاقل في 15 20% من المبلغ ده انت وفرته لبلدك، واحنا في عرض المبلغ ده، واحنا في عرضه عشان بس تقول اوعى تصوروا ان الزياره هنا الهدف هو ان احنا نتفرج على اللي احنا اتفرجنا عليه فقط. انا قلت للراجل شكله من 8 اشهر انا حبيبكم لو وصلتوا بالانتاج بتاعكم كذا كذا كذا. طب لما قبل ده ايه اللي بيحصل؟ كل الكلام اللي موجود في وش الانتاج حاجه فاتت من فعلا مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه. الانتاج ده لما يرتفع مصلحه ولا مش مصلحه؟ مصلحه. لما يبقى موجود هنا اي مكان يرتفع مرتباته يقول ان انا قلت كلمه وجيت عليها مصحة ولا مش مصحة؟ فخلونا نقول اذا كنتم بتقولوا او احنا بنقول ان احنا خطر عظيم حقيقه، يعني
الفكرة كلها ان الخطر ده موجود ومش موجود، وهنشوف لا قدر الله حاجة تقلنا نهنا ولا لا. يعني لا مش ابدا من امتحان حقيقي من مكان المحل الشرفي. تقعد في مكتبك تتكلم مبالغ ومش دقيقة، ما تبقاش واعي اللي انت بتتكلم فيه. ما حد يسأل أقول ما حدش يتكلم من كلمته. ما أنا موجود في الإذاعة والتلفزيون، وما فيش مكان يعتبر نقطة مفصلية في أداء هذا الموضوع إلا ما دول خطيبني عليه ودخلت وكلمت الناس وعرفت جوابهاتها. أنتوا عارفين حجم الإساءة لمصر وموضوع زي كده قد إيه؟ أنا ما أقصدش إن قيمة دي أي كلام أي حد. راجل ما حدش يقول لي أنا من الإسكندر، أوعى تفتكر توصل الموضوع ده، تفتكر الموضوع إحنا شغالين يعني ورا القلب، لا. إحنا فرصة صعبة وحصل خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير، فدي محتاجة شغل تاني بفكر تاني خيال تاني خيال تاني خيال تاني عشان تقدر تحقق ده. يقول لك حاجات ما في خيال تاني طبعا، يقول لك في شرطه ما في خيال تاني طبعا، يقول لك العدل والسلم ما في خيال تاني طبعا. المثل ان احنا متصورين ان احنا حقيقه نغير السياره ونريد بناء حقيقي ونواجه التحدي بالتقليد الطبيعي، لا. بالتقليد الطبيعي لا. وهو الكفاح لكن خلي بالك ان ما دخلتش في كل حته وتحتاج الناس وتتكلم معاها وتشوفها، مش هتقدر تفهم بس العقل فين ايه. طب ده روح كتير طبعا طبعا. هنروح هنا ونروح هنا ولا بلاد كلها دلوقتي ليه؟ عشان مسافر لده، مش بلاد شاطر في الشغل، لا. واحد ما حدش يقدر يقول من الكرام ملايين بتحافظ على الاهل. لكن لو احنا فاكرين وكل واحد فينا كان معمول حول ايه اللي عامل دلوقتي؟ ده مش حدود. احنا في ظروف بتحتاج مننا ان احنا كلنا الكلام ده كان على قطاع خاص. يعني النهارده الكلام ده النهارده مدير الشركه ورئيس القطاعات الموجوده ما يخشش يكلم الناس وتطلب عليها ونشوف اخبارها ايه؟ طب ما ايه؟ تقول لك اصل في معانا ناس هو حد يلحق دماغ حد ولا موجود؟ هو مدير؟ هو وزير؟ طب انا بعمل ايه؟ فانا قبل ما تقولش هو تعريف النهارده لازم خلي بالك بس مش هتكون غير كده. المفروض مسؤول في كل مكان وأحلى كتير عدد ضخم البشر داخل ملتحم مع ناسه وبيتكلم معاهم مع ناس كبيرة وإنسان كتيرة ومهندسة كتيرة. في كلام كان احنا كنا بنتكلم فيها قلت له في حاجات ما تطلعش. ليه؟ عشان الشر وبعد الشر. للاسف ده اللي بقول لهم دلوقتي. ومش هيقدر ينام من دول احنا رحنا نخليها دلوقتي. عشان كده بقول لي غلط اسيب الولاد في الكليات واسيب الولاد في المعسكرات واسيب الولاد في الشرطه حد يقدموا حاجة تانية. سيب الولاد في الجامعة شباب صغير لسه ماشيين عليه حل المعنى المقدمة قد إيه؟ يا ترى قعدت مع أعضاء التدريس وعلمتهم وخدتهم وقلتهم طب تعالوا نروح ده أعمل محاضرة في أحد المناطق بتاعت الأكاديمية ونشوف الأمن الطبي قد إيه؟ عشان يقعدوا يتكلموا ولاد الشباب هم بيستعملوا اكتر واحد يستعملوا المدرس اللي بتسال فيه. بيعملوا كده ليه؟
عشان حد يشد طوله، حد يجي طوله على العيال، حد يجي طوله على الناس. خلينا احنا قادرين بالحد اللي موجود والعدد اللي موجود والتنظيم اللي موجود كمؤسسات دوليه، سواء في الجامعة أو في الجامعة الكثير اللي بنقدم بيها المرأة وأسرة ونشكل وعي الحرب ونشكل وعي الحرب. شكرا.